يمكن دايما بنتكلم عن مسألة التعليم الفني وأهمية التعليم الفني، وامبارح وزارة التربية والتعليم الفني قالت إنها شغالة على تطبيق نظام يعني التعليم الفني، هيكون نظام موحد لقبول ودراسة الطلاب بمدارس التعليم الفني، والنظام ده هيكون من 3 سنين. مفروض انه هذا النظام هدفه اكساب الطلاب قدرات فنيه للبرامج الدراسيه المطوره اللي هتكون موجوده داخل هذا النظام، علشان يتم تاهيلهم للمنافسه على الوظائف الموجوده في سوق العمل، سواء السوق المحلي او كمان السوق الاقليمي والدولي، وسد الفجوه ما بين مخرجات التعليم الفني وسوق العمل. خلينا نعرف يعني بالتفصيل اكتر من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا كيف سيسهم هذا النظام الجديد في سد الفجوه الموجوده ما بين مخرجات التعليم الفني وما بين سوق العمل. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. طبعا هو النظام مش جديد، هو النظام بيتعمل من 4 سنين دلوقتي. صحيح. ووصل دلوقتي الى ان في طلبه بالفعل السنه دي في سنه ثالثه في التعليم الفني قبل الجامعي بيتخرجوا وهم دارسين بهذه المنهجيه. احنا بدانا وزاره التربيه، يعني عندنا كم دفعه اتخرجت بهذا النظام يا فندم؟ الدفعه الاولى بتتخرج منه السنه دي ان شاء الله، يعني تجرى لهم الامتحانات دلوقتي. فطبعا هذا الطالب بدأ من سنة 19 يدرس في سنة أولى بهذه المنهجية الجديدة، وطبعا يعني واضح طبعا عندنا طبعا 2 مليون طالب في التعليم الفني، نوعيات كتيرة، مقررات كتيرة، 3000 مدرسة، فمش هنقدر نطبق المنهجية دي مرة واحدة، لازم هنبدأ بمراحل. فبدأنا سنة 19 ب105 مدرسة وحوالي 36 مهنة أو 36 مقرر يعني. فدول طبعا خدوا سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة ودلوقتي بيمتحنوا. فالمنهجية دي بتعتمد، يعني كلام حضرتك مظبوط، إنه أهم حاجة في التعليم الفني إن الخريج المهارات بتاعته تلبي احتياجات سوق العمل. وتكون بمعايير جودة تناظر الدول الأخرى اللي تقدمت قبلنا في مجال التعليم الفني بتعمل. فبالتالي بتبدأ تصميم البرامج ما يجبش ان هو يركز على المعارف والمعلومات، يعني ما يبقاش كلام نظري، كتب مقررة الطالب بيحفظها او بيفهمها او طبر، لازم يكون عنده مهارة. ودي يمكن يا دكتور محمد دي مسألة مهمة جدا، كانت الشكوى دايما من ممثلي سوق العمل انه الطالب الخريج عنده معلومات بس لا يجيد المهارة. تطبيق العمل يعني يا دكتور. بالظبط. ودي يمكن فلسفة التعليم ككل في الاستراتيجية الجديدة للتعليم اللي وضعت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا، فكرة إن بنبتعد كل البعد عن التلقين وبنحاول إن احنا نخرج يعني أولاد عندهم نوع من أنواع الكرياتيفيتي، ناس مبدعة، ناس فاهمة النظري كويس جدا وبتعرف تطبقه بالعمل، ويمكن من هنا جت أهمية التعليم الفني تحديدا. بس حضرتك ذكرت إن دلوقتي كان بدأنا ب 105 مدرسة و 36 مقرر، دلوقتي عدد المدارس قد إيه يا فندم والمقررات؟ إحنا بدأنا بالمدارس دي زي ما أوضحت من سنة 18. نعم. وبيتخرجوا السنة دي الحمد لله، ويعني برضه النقطة المهمة اللي يعني أحب حضراتكم يعني أقولها للمشاهدين وأبلغ بها المشاهدين، إنه طوال عملية التطوير دي في تصميم المناهج وتحديد المهارات وتصميم المناهج دايما معانا ممثلين لسوق العمل. سوق العمل ده ممكن يكون صناعة، ممكن يكون زراعة، ممكن يكون فنادق وسياحة، عشان أعرف متطلبات السوق أول بأول وأقدر أن أعمل أبديت للمناهج دي. أبديت. وبعدين الشيء الثاني إن إحنا لأول مرة في مصر السنة دي مع هذه الدفعة الـ 105 مدرسة بنشرك ممثلين لسوق العمل في إجراء الامتحانات العملية للطلاب. ده عظيم جدا، انا بوفر عليهم الانترفيو زي ما بيتقال كده اللي بيتعمل قبل الالتحاق بالشغل، هو مطمن اصلا على الناس اللي متخرجه يعني. بالظبط كده. لا، وفي ايده كمان ان هو يبدي ملاحظاته، ولو في حاجه مش عاجباه الطالب يعيد تاني. لو الطالب في الامتحان العملي ثبت ان هو مش مجيد للمهاره بيعيد تاني، لازم يعيد لغايه لما يجيد كل المهارات عشان يتخرج. يعني حاجه جديده ان الطالب الخريج دلوقتي من السنه دي بياخد شهادتين، شهاده ان هو مجيد للجدارات او للمهارات، وشهاده ثانيه بان هو الحاجات التحريريه النظريه نجح فيها. الجدارات المهنيه دي منهجيه جديده في هذا النظام يا فندم، لو حضرتك توضح لنا. المنهجيه دي بنسميها دي المنهجيه اللي اتبعت في معظم دول العالم، سنغافوره، الصين، المانيا.
بنسميها منهجية الجدارات. الجدارات يعني تركيبة من المعارف والمهارات والسلوكيات. وأنا ممكن المهارات تبقى كويسة والمعارف، بس الولد مش ملتزم، مش يروح الشغل أسبوع وبعدين بعد كده يغيب. صحيح. مش متعود يصحى بدري مثلا، مش متعود يحافظ على البيئة، يحافظ على زمايله، صحته. فده أساس المنهجية الجديدة زي ما حضراتكم أشرتوا، هو ده فلسفة التعليم الجديد Education 2.0، إنه ما نركزش على المعلومات، نركز على الفهم، نركز على المهارة وعلى السلوكيات. يعني ما نبقاش هي الشهادة هي الهدف، لا، المهارات والسلوكيات والابتكار هو الهدف، هو ده اللي هيبقى. يعني هو فكرة إن التعليم ليس إلا وسيلة بتبرر بها الغاية، الغاية اللي أنت عاوز تطلع إيه؟ فأنا بقدر اللي أنا أأهلك للي أنت هتطلع له عشان تجيد فيه. لكن دكتور خليني أسأل حضرتك هنا، حضرتك قلت أن بدأ العملية التعليمية بالنظام التعليمي الفني في 2019 وهيتخرجوا السنة دي 2022، يعني بنتكلم على 3 سنوات للتعليم بنظام التعليم الفني. لكن بالنسبة للمدارس اللي هو نظام ال5 سنوات، إيه الجديد فيها؟ ال5 سنوات، أولا هو عدد مدارس ال5 سنوات عدد قليل جدا، يعني من 3000 مدرسة احنا عندنا حوالي 80 مدرسة ما يسمى بمدارس ال5 سنوات. والطلبة اللي بيلتحقوا بمدارس ال5 سنوات، الهدف الأصلي منها لما اتعملت في ال70ات وال80ات كان انه تتخرج فني متقدم. يعني حتى احنا بناخد بعض معلمي الدروس العملية من خريجي هذه المدارس. لكن الحقيقة محتاجة إصلاح، وإن شاء الله هنبدأ في ده قريب، إنه الدولة أنشأت ما يسمى بالجامعات التكنولوجية. صحيح. فالطلبة اللي في المدارس ال5 سنوات بيفضلوا دايما يلتحقوا بالجامعات الأكاديمية، طبعا خصوصا كليات الهندسة وكليات التجارة وكليات الزراعة. فالجديد ان الدولة بتنشئ عدد كبير من الجامعات التكنولوجية، وهذه الجامعات معمولة خصيصا لتجذب خريجي التعليم الفني قبل الجامعة. لكن حتى الآن مفيش فرق بين الطالب اللي درس 5 سنين والطالب اللي يعني درس المناهج. يا دكتور، بين المدارس ال3 سنين ومدارس ال5 سنين، فروق المناهج دي ايه؟ واحنا بنتكلم كمان عن يعني تطوير كمان في مسألة التعليم الفني، يعني حتى في المناهج في مدارس ال3 سنين. بص، يعني الطالب اللي هو بيدرس 3 سنين ممكن يلتحق بجامعة التكنولوجية أول ما يخلص. بتاع ال5 سنين اللي هو خد 2 سنين زيادة بيلتحق بجامعة التكنولوجية، لو التحق بيبدأ من الأول، فبيبقى كأنه في 2 سنين أكتر درسهم. المناهج اللي موجودة في 2 سنين اللي هم 4 و5 مناهج مش متقدمة قوي. فبالتالي ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا هنغير من دمجها علشان ال5 سنين يكون 3 سنين؟ ما مش 3 سنين، احنا يعني عندنا نظام جديد هنطبقه من السنة دي نسميه 3+2. لكن بالتوازي مع ده هنطور مناهج 4 و5 بحيث انها تبقى ممكن مساواتها بالمقررات بتاعة أولى وتانية في الجامعة التكنولوجية. في أي مدارس يا فندم هيتم تطبيق هذا النظام؟ في المدارس اللي هي الـ80 المتبقية اللي ماشية بالنظام ال5 سنين؟ بدأنا وبنعمل مبادرات كتير، هم 80 مدرسة، أكثرهم في التعليم الصناعي والتعليم التجاري، عدد قليل قوي في التعليم الزراعي. لكن الهدف ان بعض الطلبه واولياء الامور بيشتكوا لنا، طب انا ضيعت 2 سنين وبروح الجامعه التكنولوجيه، ما يتاخدش في الاعتبار اللي انا اخدته في 4 و5. فبتدقق دلوقتي في هم ايه المناهج بتاعه 4 و5 عشان نخليها مناظره لما يتم في 2 سنين الاولى والثانيه في الجامعه التكنولوجيه. الجامعه التكنولوجيه الدوله بتصرف مصروفات كثيره جدا، عندنا 3 جامعات تكنولوجيه شغاله بالفعل من 2 سنين، وعندنا 6 جامعات هتبدأ الدراسة فيها في سبتمبر القادم. فطبعا الجامعات دي لازم طلبة يروحوها، لأن ده استثمارات كبيرة جدا من الدولة. نعم. دكتور خلينا نتكلم، يعني في مثل دايما بيقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يمكن هو ده اللي قامت بيه الدولة المصرية تحديدا في كل القطاعات، تحديدا مش التعليم الفني فقط، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة اللي احنا بنواجه التحديات وفي حالة من المكاشفة والمصارحة. في فجوة حصلت ما بين التعليم الفني تحديدا ومتطلبات السوق، ازاي بنقدر نسد هذه الفجوة حاليا في ظل الظروف اللي موجودة لحين تخريج الدفعات الجديدة القادرة على يعني مواجهة كل متطلبات السوق الحالية؟ طبعا هو كلام حضرتك مظبوط 100%، ويعني عايز اضيف عليه انه التعليم من الحاجات اللي التطوير فيها يعني تطوير النظام ما بتظهرش نتائجه ساعتها.
لانه الشهاده اللي هي الثلاث سنين بتاخد ثلاث سنين، فلو انت غيرت دلوقتي الطالب ده اللي غيرت له منهجه وغيرت له طرق تدريسه وطرق تعليمه هيتخرج بعد ثلاث سنين. نعم. فبالتالي العمليه هتاخد وقت كتير. يعني ادي لحضرتك مثال، مثلا انه طب احنا عندنا 105 مدرسه بتخرج السنه، طب السنه الجايه هيبقى عندنا كم مدرسه؟ هيبقى عندنا ما يقرب من 450 مدرسه فنيه بتطبق فيها هذه المناهج. طبعا ورا ده جهد كبير جدا جدا من تدريب المعلمين، ويعني ايه منهجيه الجدارات، ويعني ايه تقيم الطالب ازاي، وتشرك رجال ممثلي سوق العمل ازاي في الامتحانات. كل ده جهد يعني بيبان في الاخر في الخريج. نعم. فبالتالي حضرتك طبعا الاقتصاد المصري بينمو، تنميه اقتصاديه مطلوبه، فطبعا بيبقى في حاجات عاجله موجوده. احنا صحيح. برضو في سنه 18 عملنا مبادره مهمه قوي ان انا اذكرها لحضراتكم، وهي انه عملنا شراكات مع رجال الاعمال لانشاء مدارس فنيه جديده اسميناها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. نعم. التكنولوجيا التطبيقية دي بدأنا في سنة 18، دي بتعتبر شراكة بين الوزارة كممثل للحكومة وبين رجال الأعمال كممثل للقطاع الخاص. وبناخد كمان معانا يعني هيئة جودة عالمية، في معظم الأحيان بتكون غرف التجارة الألمانية اللي هي بتمتحن طلاب التعليم الفني في ألمانيا، لأن لها ممثل في مصر وفي كذا جهة دولية لها ممثلين جودة، ضمان جودة للتعليم. صحيح. ونعمل الشراكات دي. في سنة 18 أنشأنا ثلاثة من هذه المدارس، واحدة منهم في الأليوبية وواحدة في المنوفية. صحيح. وواحدة ثالثة في القاهرة. ويمكن المدرسة اللي في الأليوبية تحديدا هي شراكة مع مصنع من المصانع الكبرى العالمية تحديدا. بالضبط كده. يعني الأسامي طبعا مش هذكرها، لكن شركات من الشركات الكبرى وشريك واحد حتى الآن بنفضل انه يكون يعني مثلا اي بي ام مثلا، شركة عالمية. صحيح. في الحاسبات والتكنولوجيا الحديثة. مهمة طبعا جدا هذه الشراكات اللي بتتم، لأنه في الآخر ده يعني هيصب في مصلحة تطوير التعليم الفني، وبالتالي يصب في احتياجات سوق العمل، لأن احنا بنتكلم دلوقتي عن توطين الصناعة وأهمية توطين الصناعة، فلازم يكون عندنا كمان يعني عمال يعني كفء لهذا، فشيء غاية في الأهمية الحقيقة مسألة التطوير اللي بيتم في التعليم الفني. بنشكر حضرتك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.